ربط عرب الجزيرة حلهم وترحالهم بالآبار عبر التاريخ والأرض، وتمادوا في حمايتها إلى حد الموت على حياضها، وكانت ولا تزال أكثرها أثرا عندهم الآبار المرتبطة بتشريع ديني أو أثر نبوي، كما هي الحال مع الآبار النبوية في المدينة المنورة. نحن ما شاء الله زرنا هذه الآثار والآبار وشهداء أحد، وأيضا المساجد، منهم مسجد قباء، ومنهم مسجد قبلتين، ومنهم مسجد خندق. كان عددها 13 بئرا شرب منها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم واغتسل، كانت عيانا بيانا للشاربين وللناظرين إلى حين وفادة العمران وتنوع مصادر المياه، فبات أغلبها أثرا وموروثا في الكتب، لا عين تراها ولا أفئدة ترتوي من مائها، كما هي الحال في بئر غرس وقصته. بئر غرس وهي أحد الآبار النبوية عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تمضمض ومجى في هذا البئر، مما زاد من منسوب الماء عليه الصلاة والسلام، وهذا ببركة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويذكر عن بئر غرس أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى أن يغسل من هذا البئر وهي بسبع قراب. ينادي حماة السيرة النبوية وآثارها بإعادة إشهار الآبار النبوية وتمكين الناس من مياهها، لأن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أهم مكوناتها، مع مجاورة كل بئر بحائط يحتوي دورها في تاريخ الأمة وقصتها مع رسولهم، مؤمنين بأن ذلك من باب تربية النشأ وتوثيق الإيمان. سوف تسمع قريبا عن مشاريع رائدة في المواقع الإسلامية، التاريخ الإسلامي المهمة، التي سوف تتحول من كما هي الآن مواقع بعض الأحيان أصاب الإهمال إلى مواقع في مراكز الزوار، وفيها من يعين الناس على فهم التاريخ الإسلامي بشكل صحيح. في الآونة الأخيرة اتجهت هيئة السياحة السعودية إلى المنافحة عن كل أثر نبوي كركيزة مساندة في ترقية عوامل الجذب السياحي، وقبل ذلك تذكير الأمة بامتداد التاريخ في مناح عديدة سيكون نصيب الآبار النبوية مقياسا لنسبة تحقيق نمو السياحة سعوديا. من المدينة المنورة، خميس الزهراني، العربية.